اليوم حبيت أعلمكم أنا الديلي روتين تبعي شو هو. يمكن الأكترية بقولوا صحة شعري منيحة، صحة ضفيري، بشرتي بعدها منيحة بدون ليفتين، بدون بوتوكس، بدون فيلر. كل هالأشياء بترجع على لايف ستايل وبزيت الوقت للديلي روتين يلي أنا بقوم فيه. رح أعلمكم شو أنا بعمل ديلي ولأنتو تختاروا منه شي اللي بتشوفوه بيناسبكم إذا حبيته. بداية أنا بغسل وجهي بسوب بار ميديكال، يعني ما بستعمل كلينزر ولا ميلك ولا تونر ولا تونر، بستخدم ميديكال سوب. والحلو بالميديكال سوب إنه لكل نوع بشرة في صابونة، للحساسة، للجافة، للناشفة، للميكس سكين، السنسيتيف، هيبو الرجينيك، كل هالاشياء بتلاقوها. لازم تجربوا الصابونه وتشوفوا اياها لما بتغسلوا وجهكم ما بتحسوا انه نشفت بشرتكم. انا بستخدم صابونه اسمها ديرمو بامبو الرجيك. هالصابونه رفعتني تقريبا اكثر من سنين، كل سنين عمري، وكنت كثير مرتاحه فيها، حتى نظف الميك اب فيها ما كنت اضطر حتى اشيل الميك اب. بعد فترة بلشت اشتغل بالتي في، صرت حط ميك اب اكتر، صرت اضطر انه استخدم البي فاز من لونكون او من كلارنس. ليك عم بستعمل الكلارنس البي فاز دي ماكيونز يو، بحط على قطنة مبللة مي شوي من البي فاز، يا بيكون كلارنس يا لونكون. هالماركتين انا كتير بحبهم، بنطفوا العينين بشكل كتير جيد، بتحطوا على دو كومبريس شوي من هاللوشن، بتمرقوه بتحطوا قطنة تحت العين، قطنة بتنطفوا فيها الرموش وترجعوا بتنطفوا كل العين. من بعدها بستخدم الصابونة أكثر الأوقات، وإذا كنت حابة هيك أعطي شوية وقت بستخدم الدبل كلينزر أويل. ليكي كتير الدبل كلينزر أويل الحديث عنه، وانا عم حب استخدمه. بكون عندي ملك بزيد عليهم شوي من زيت الارغون او زيت اللوز او اي زيت عندي لو بيبي اويل، بزيد على الكلينزر وبنظف وجهي فيه. برجع بجيب دو كون دو تواليت بسقطهم بمي سخنه وبمسح بالاول عينيي ليرتاحوا من الميك اب، فتح وبغمض فيهم وبرجع بنظف كل وجهي. بكون محضره اتومايزر من ماء الورد، وبحط تقريبا ب قنينه عبوه بخاخ، بحط فيها نص ماء ورد نص مي، بحطها بالبراد وبرش فيها وجهي من بعد ما نضف الميك اب. ستيب 2، ذا ستيب ذات اي نيفر سكيب، هالستيب يلي ولا مره بوقفها او بنام من دون ما احطها، هو الكونتور دي زيو. الكونتور دي زيو دايما احفظه، وجب انه ما تناموا من دونه. مثل ما مني من دون ما نشيل الميك اب، بنشيل نقطة دغري من المرطبان، بنحط نقطة اثنين ثلاثة يعني او ثلاث نقط او نقطة قد ما بيكون سميكته حسب نوعه. دايما اختار يكون فيه ريتينول، واذا ما موجود فيه ريتينول وعندكم ريتينول ضيفوا على الكونتور ديزيو شوي ريتينول لحتى يكون فعال. والاسهل انكم تختاروا اي كونتور ديزيو موجود بمكوناته الريتينول. بتستخدموا هالكونتور ديزيون بعد ما يكون تركينه بالبراد بارد لحتى هيك يريح المنطقة، ودايما بعدوا قد الاصبع. والحركة صرتوا تعرفوها، دير مندار حول العينين مثل ما علمتكم. اما الشيء اللي لازم تحفظوه هو لما بتغسلوا وجهكم بالصوب، قبل ما نوصل لكل هالاشياء بديكم تنتبهوا انه لما بتصوبوا وجهكم وترجعوا تغسلوه بالماء، تنشفوا بالمنشفه، تكبسوا بالرموش الطلوع بالحواجب الطلوع لحتى نمنع قدول هالطبقه الدهنيه يلي بتكون مثل الكوشن هون، انها تنزل ويصير في عنا انتفاخ تحت العينين بفعل التقدم بالسن. رشينا وجهنا وبدي نام. لما بيكون ايام الصيف بستخدم سيروم فيه فيتامين سي واي، شرط انه السيروم ما بحطه على ايدي وبرجع بمرقه على الوجه، بلقط